نقول اهلا اهلا، يا مرحبا الساعة، مرحبا مليون، مرحبا فيكم. لعبة جديدة، لعبة فنانة، بلانت كوستر. هاي نسوي فيها مدينة ملاهي. طبعا احنا لما تشوف اللعبة فطبعا كالعادة يعني شو الكاستم، في شغلات حلوة، في ناس اظني مسوين اماكن، في ناس مسوين اماكن، نجرب واحدة من هالاماكن، شو رايكم؟ ولا نصير على الستاندر، خلنا اجرب واحدة من هاي. في سيناري جاهز؟ لا، نبي نسوي كل شيء من الزيرو. نحن بناخذ تروبيكال، ما نبي صحراء، ما نبي جراس ايلاند، ما نبي شيء. خلنا نبدا اللعبه. تروبيكال حلو شكله. نحن قبل لعبنا لعبه ثانيه كانت بعد عن الملاهي، ونسوي ملاهي، لكن هاي شوي مبداها والكونسبت مالها غير. طبعا انا لما تدمني انا يعني بسوي شغلات حلوه، شغلات جميله. انا اليوم والله حلو المكان، مكان يشجع، مكان جميل. في نص اللي بال هذا منو بيني سؤال؟ اوكي. نبغى سينري، سينري ابو بوابة. وين بارك جيتس؟ ما في بارك جيتس. راح كان في كاستم وولز، ريسنس، دور، ظروف، وول ساينز. ما نبغى، ترى اللعبة فيها وايد 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 اوبشنات، يعني اذا الواحد يدخل فيها عادي يعني يتم عالق فيها يعني بشكل مش طبيعي صراحة. فيها وايد شغلات، وفيها وايد كاستمايزيشن، وفيها وايد امور. يعني الواحد يعني شوفوا كمية المطاعم اللي موجودة والخدمات، شوف الرايدز، وفي تراك رايدز، وفي كوسترز، وانواع طبعا غير الكاستم اللي تدخلون بروحكم تسوونه، في البلو برنتس، في وايد شغلات. يعني بلو برنتس هي اذا قبل كنا مع بعض احنا تعرفون لا لا الله نسيت اسمه، ايوه يعني تسوون بلو برنت هو عشان الرسم، ترسمون شيء، خلنا نحط الشارع وتحفظونه عندكم وترمون تسوونه. شو احلى شيء حق بارك، والله هذا الاحمر شكله حلو الصراحة، لكن بس انا احمر. الحديقة الاولية كان كلها اسود، فخلنا على الاحمر. ببدأ بتفرعات، انا ما ابغى شيء مربعات صراحة، ما ابغى اي شيء مربعات، ما ابغى. خلنا نسوي كبير. مدخل واحد عندي، ليش مدخل صغير؟ سؤال، ليش مدخل صغير؟ اول شي بنبدأ بأول لعبة، بنحط لنا شوي خدمات، بسوي لنا شي مميز. نحط اول لعبة هني، اول ما يدخلون العالم يحصلون لعبة. وين خط هذا الخط؟ عندي مجال احط لعبة هي. طبعا نبدأ كلاسيك، لازم كلاسيك ولا هني؟ الكلاسيك حلو، لكن شو بسوي؟ ابى احط العين الدائرية، احسها حلوة لو تطل من هني من البداية على شو، على المكان كامل، بيكون شي جميل الصراحة. انا اقولكم بيكون شي جميل. ما شاء الله البرش سايز، ليش زعل؟ يستوي اخضر حشيش كل ما نطلع فوق. عاد الوضع يباله شير بصراحة، يعني حطينا شوي، نرفعه فوق. ما بسوي نفس الروتين الاولي، لا، نبغى نغير شي فوق شي تحت، شي نحفر له، شي نحفر له يعني عشان نحطيه مكان زين، يعني وعشان تقولون والله يحفر حق العالم. لا 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 لا، لا تفهمونا غلط. سوي مدخل مهني، نرفعه من وين؟ من هني. اتمنى ما احتاج اسوي تي سيدة تقول قصة مش حلوة، قصة شعر. الحين بنسوي يعني نفخة شوي، نفخة 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 نفخة، شو يخليه يمرون فوق الشارع؟ خلنا نجرب. هل اللعبة فيها تفاصيل لدرجة الواحد وده يحطي صراحة فيها اشياء؟ يعني استثمار ناجح الواحد يشتغل فيها. شوفوا الجرافكس اللي اللعبة عليها صراحة شيء جميل، والله جرافيكس مالها صراحة رقم واحد مش طبيعي الصراحة.
شوف يوه يبالي ليتات تحت الحين من الظلمة اللي استوت. نسوي بالطريقة هاي. كان في تول سموث رفن فلترن. خلنا نشوف وابوك يا بالعيد هذا البرش. انا ما بفلترن على انجل الصراحة. اوف عجيب عجيب التول والله عجيب. في نسبة تحكم حلوة بعد يعني مش سيء ابدا. بس يسوي فلات على اساس شو؟ هني السؤال. هذا السؤال يعني الحين لو انا اسوي البرش سايز خلنا اصغرها ولا اكبرها شوي اسوي 40%. شوفوا كيف سواها. اظني لازم نحن نسويها سيدة قبل لا نسويها السوالف. لازم تكون سيدة قدر الامكان قدر الامكان يا صديقي. ها كله حق كوستر واحد. بنشتغل شوي على سيناري بس يعني اللعبة فيها وايد والمنظر في اللعبة نفسه المنظر يفرق في الانكم. ناس هني يبون شو يبون يشوفون مناظر. اللعبة الأولية بس ألعاب كانوا وأكل. هني بعد في أكل لازم الأكل. صار ليش واحد يروح الحديقة أصلا؟ واحد من الأسباب المطاعم الموجودة. إذا أحسن حديقة في العالم وما عندهم ألعاب أظني ما حد بيصير عندهم يعني. زين خلنا نمشي شوي لأن هذا امشي وضع بالطريقة هاي. والله فنان استوى صراحة. خل اشوف ركب الكوستر الاولي مالنا وين صار تراك رايدز. ما شاء الله في وايد رايدز هني. الواحد شوي يضيع ابا واحد. البنفسجي شكل احلى من الثاني. لا يباله مساحة يباله مساحة طيبة بعد مو مشكلة. بنحطيه زين بنحطيه لبوابة بنحطيه لمخرج بسوي له كونكت شوي هني بيكون يعني هذا اقل شيء ارو منزله يعني اكثر شيء ارو منزله. بنزل من الصوب الثاني بس بيكون درب وايد عليهم صح؟ وايد طريق عليهم بيكون. لحظة بعد ما نبي نطول درب اكثر من لازم صراحة يعني. خلنا نشوف لنا الشارع. نوصل شارع احمر صغير length 1 ترينس تولو سموث 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 ترينس تولو صغر برش نرفع شوي نعدل الأوضاع نسوي له سموث نشوف نعدلها سيدة قدر الإمكان. خربت الدنيا أنا. نعدل المبنى نسوي دمولش حق منو حق هذا الباب بس. أوكي بيكون شوي هو تركي لأن المكان أصلا المختار لنا صعب. مسوي نحن مكان أنا مسوي مكان تعبان صراحة وايد تعبان يعني. الوضع يباله تكتك شويتين. شو ممكن نسوي في هذا؟ انا اقولكم ترين فلاتر سيرفس هذا على زاوية. ليش
ليش هي الزاوية؟ زين نزل من هني ولا أقول لحظة خلنا نرفعه نسوي له سموث أوت برش عودة الصراحة. أوه. ما هذا ليش بيطفر بي هذا اليوم ترى بيطفر بي من الاخر. انا اغير الاكزيت مكانه ما اظني بيتغير هني بس خلنا نشوف. وابوك ليش هالكبر؟ يمكن من تيم ما يركب هناك. يا سلام شوفوا من وين يمرون. شوفوا شوفوا فوق الشارع مرة. لحظة هذا الترتيب لازم يكون حي. زين هذا مكان اوكي. ابي اوصل هذا فهذا مش قادر ترى. مكان مش معقد اللي بعده اللي بيصير هناك الصراحة عافية عليه. انا جبت العيد في المكان. هذا اول مكان. بس شو الحلو فيه الرومن حطي دكاكين الحين بدني صبر بركم كيف كيف وشلون المكان هذا. لا الصراحة انا اشوف كان طبع اول احسه جيد بس شو يباله يباله مهني شغل شوية. خلنا نغطي هذا زين اوكي. هذه هنغطيها اوكي. شوفوا المكان كيف يطلع محلى ونجيب مكان نفس هذا يصك فيه نجيب مكان ثاني. لازم ما يكون سيدة يعني العشوائية شوي زينة في الموضوع. مايل ايوة حلو وايد حلو. بنحطي له اباليتات كاستم. هذا البالبس كان ليت اباليتات حلو. هاي شوف بروبس صح. هني بعد اختار لايتس اختار ليت حلو نباليت حلو ليت حلو. هذا شكله شكله يا الله شيء مرتب. مداخل
داخل. يا سلام صراحة، بس شي بولا صراحة ار كويس. هل كنت تدور عليها هناك؟ زي صبر ابو اللي يدخل الحديقة. لازم اسوي كاستم، تعرفون ليش؟ اساس يبين، اساس يبين، لازم كاستم يكون حلوة الطرف. شوفوا كيف طالع، تقول اللي بيه هني بيتوهق. جميل، الحين نبغى فوق بما انه منطقة جبلية، وهذا نكبرها من هني شوي. خلينا نعدل الشارع بما انه ممر رئيسي، قلنا 6. كم اكبر واحد يسوينا صح؟ هذا اول ممر. نبغى بعد كان في السيناري احيد. على ما اتذكر يعني، على ما اتذكر فات اكستراس نبا. ايوه كراسي هالجدام، هاي تحت الليت كرسي، الواحد يتمشى يريح نص الدرب، مكان جميل بصراحة يعني. شيء هذا عندي انا شيء مطفر بي اللي هو هذا. نباتول حق نهدم، موجود ولا مش موجود؟ شكله مش موجود، مش مشكلة بنحطي. مش لازم يكون سيدة، لازم يكون صح. ايوه هذا سيدة، مش مشكلة. من داخل 2 نسويها من واحدة وياهم. من داخل بنس، شو نبا هايل ولا هايل؟ لا هايل، حلوين ترامات. هي قوم صاختهم وين؟ عندنا احنا حطينا الرايت فوق، ترى انا ما شفتها تشتغل ولا ما تشتغل للحين، بس ابى اضبط المكان. خلنا نشوف الحين مكان، والله الصراحة حق الرايت ولا غلطة. خلنا نشوف رومي شغلها على طول، خلنا نشغلها، نشغل الجيم. ناس اللي تي هني في حد ياشو؟ ما حد يعنى الحين، بس مو مشكلة. انا شو بسوي؟ سوي سموذات هني. اوكي ما في حواجز، زين الحين لو سويت انا الحين هذا بلي حواجز، علم بطيح ترى. بابات صغيرون هذا الباث حق شو؟ حق دكاكين. بس هذا اوكي، ان شاء الله وصلنا يشتري مكان دكان هني. يعني اللي بيطلع من هني يبغى ياخذ له عصير في دربه صح. خلنا نشغلها، شغال اوكي. شوبن فاسيليتيز، بس لحظه الحين لو حد دخل عندنا، انا شفت انفورميشن هني، بايرت انفورميشن. على فكره وايد سوالف بايرت هني. خلى اللي يدخل انفورميشن لها عود وايد. هذا فنان، ها بعد فنان. اي حد يدخل الحديقه يشوف هذا البايرت انفورميشن ديسك. واللي بيين الحين يا ناس شو مسوي؟ نبي موظفين ستاف. ابا واحد لو هذا اخترب يصلحه، ابا سكيورتي، ابا واحد ينظف لي المكان لاني بحط دكاكين، وابا شوبس، ابا شي ياكلونه. فيري تيل فود كيوسك، حلو والله شكله، تصدقون يستوي مكانه ان شاء الله يستوي. يستوي مكانك يا صديقي.
استوى اشتغل حلو فنان استوى زين استوى سوي باث من الصوب الثاني لحظة انا بسوي مكان جميل بس شكله ما يستوي هنا لا يستوي ليش يلا يعزكم شنو بنحطي با حمامات شو الاحجام الخرافية زين دشينا كاستم تويلت احيد ايوه هذا في صغارية في هذا بيوم بيركبون بيسوون حطهم يروحون آخر الدنيا حمامات ما يصير هي بالهم يشربون شيء بعد ملك شيك انرجي لا ملك شيك هني صغارية بيوم نمبا بايبس هوت سموثيز ووتر ملك شيكس اتوقع هني بيون شوية صغارية فاميلي فيبون ملك شيك والحركات هذا فتحنا دكاكين وخدمات عند منو عند اللعبة نفسها هاي الحين في اول لعبة يا جماعة بس اللعبة ترى فيها وايد شغلات وخاطر اشتغل على وايد امور يعني اللعبة صراحة احسها جميلة يعني هني اذا سألونا ليش ما في خدمات لازم نقولهم شو المكان هذا والله قام يستوي طابور انا بحصة اصغر بشوف بعد اذا ممكن نبغى حصة ونبغى بما ان تروبيكال بنحاول نستعمل سوالف تروبيكال يعني ما في تأليف اللي ما له داعي ما فيه لونين عسب يبرزون شوي زيادة عبي حصة صغير يقول لك كيف واقف ما شاء الله على الطابور الناس قامت تسوي طوابير من الحين من الحين طوابير ما عندهم وقت جنب الشيرة الشيرة بتكون هالصب ناس تستانس شوي تشوف شغلات حلوة يعني ايوة هي اصغر نوعين من الشيرة بحطي بس الوانهم وايد مختلفة عن بعض انا شوي مضايقني شو يمكن عقب اغير رايي شوي بشوف ولا يمكن خل هذا يكون ماسك الدنيا تحت حصاء اكب بعد عودة ستم حصي صغار شوي دخل تحت شوي نسوي لنا ايوه هذا نحطي حولهم هاي عندهم هني تحت بعد نحط شيء كبير هني نفس الشيء يحتاج تقريبا من
منطقة فيها صخور يعني ما شاء الله. من روما يعني، هاي هو اللعبة انفتحت عنا يعني، بس انه شوي انا المدخل يمكن مش مقتنع فيه وايد. فشو ابى اسوي اخر شغلة؟ يمكن هاي الحصة مو مشكلة، تحسوني كلت شوي من الحصة، بس ابى ناس شوفه واقف على شو، واقف على ديبل مش على منو، مش واقف على هذا، مش واقف على هو، مش كيف واقف على هو انت، ما يصير صح. بس يوم عندنا يبل اوكي بيكون حتى هني يعني. شوفوا منطقة صغيرة نرفعها شوي زيادة، ومن تحتهم بني بشوي شير. لعبة صراحة يعني فيها شغل مش طبيعي ابدا، انا ما اعرف كيف ما طحت عليها قبل. ما في طريقة اسوي لها ريسكيل هاي، بدأ بستكشف بعدين اذا اقدر اغير احجامها الشير. ابغى نفس الشيرة بس اغير احجامها. اوكي هاي طالعة غلط، ما ينفع طالعة غلط، ويبالها شوي حصة شوي ثبتة اصلا. لازم يبين اللي بالقو في شغل حصة وايد، الليبل اللي فيه صخور يكون اقوى يبال اتصور اللي انا اعرفه يعني. هذا وين يكون؟ هذا يكون على حصان تقريبا، والارض هنا بعد ارفعها شوي تبين المكان جامد. هني بعد يبغى الامتداد شوي، امتداد ايوة اساس انه يبين شو شوي واقعي اكثر. كيف مستانسين وياه؟ 27 سيناري، بعدها في سيناري زيادة ممكن نحطيه طبعا الحين، بس الحين شنو بقى؟ مسار الكاستم ريسنت استعملناهن، نحافظ على ثيم، بحاول يعني. تنازل هاي ليتات ليتات ليتات، حلو يكون الواحد عنده يعني ما بيحرق الجسر. لا لا ما بيحرقه، استوى ليل والناس بعدها موجودة. شو 24/7 فاتح هنا شكلي، ها على فكرة يعني. هنسوي طريقة هاي تعالوا هني، هي والله صراحة شيء يعني. يقولون مثلا كش اسمه ستون اركوي، هذا بيكون حلو حقنا هني.
فنان حق الثيم. ها بيدخلون لعبة مهني كاسينا ري. والله الحين عندي 40%، بس الهدف مش انه وصل مليون، لكن في شغلات حلوة الواحد وده يحطيها هني الصراحة. حطينا مشي بولين حق الصغار، ونحطي لها محل ثاني بعد عصاير. هذا اللي هو بيب شوت سموثيز اظني، بيب شوت سموثيز. هذا بالنسبة للحلقة الاولى، وهاي يا جماعة بلانت كوستر. اتمنى تكون الحلقة عيبتكم، واذا عيبتكم اللعبة هاي بنكمل عليها وايد، فيها وايد مجالات وايد شغلات ممكن نسويها، وهاي يعني قطرة من اللعبة فقط يعني مش اكثر. توي ذكرتني ابو هني تو تورشز، توي ذكرتني ابو تو تورشز هني. فانا بسكر الحلقة على المكان هذا، وابا اراكم في اللعبه ان شاء الله. نعيبتكم اللعبه، دقوها لايك سبسكرايب والكلام الحلو ده كله، يعني ما تقصرون ويا السلسله هذه ان شاء الله، وتستمر لكم باذن الله. نشوفكم على خير في حلقه ثانيه.